خلينا برضو نروح لزميلنا أمير هشام من أرض المونديال ولقاء خاص مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عشان برضو نطمن على كل ما يحدث داخل بعثة النادي الأهلي. تفضل يا أمير. مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، على هامش المران الأول للنادي الأهلي استعدادا لمباراة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل، معايا في هذه اللحظات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي. كابتن سيد برحب بيك. أهلا بك أمين، إزيك؟ طبعا في البداية عايزين نطمن على الفريق بشكل عام، عايزين كمان نعرف أهم وأبرز الكواليس اللي كانت على مدار اليوم الأول بالنسبة للنادي الأهلي. يعني طبعا احنا وصلنا امبارح كنا في شبه يعني عزل تام كده لحد ميعاد الغداء، ده كابتن حسين، وبعدين استأنفنا مواعيدنا وترتيباتنا، كان عندنا اجتماع مع الفيفا خاص بالامور اللي هي الامور التحكيميه، التعامل مع الحالات، شرح الحالات كتير قوي عشان يبقى اللعيبه عندها ادراك بحاجات كتير، حتى في الفار نفسه برضو جاب حالات، يعني كنا عايزين نوريله. انت عايز تقول حاجه؟ كنا عايزين نوريله الحالات اللي عندنا، يعني هو ورانا الحالات اللي عندنا، لكن احنا كنا عايزين نوريله الحالات اللي عندنا. كان في حاجات خاصه بالاجتماع ده، كان في جلسه تصوير طبعا برضو مع للعيبه، يوم كان مشغول شويه، عندنا محاضره كانت خاصه ببيتسو مع اللعيبه، وبعدين جينا التدريب ولسه مستمرين فيه يعني. طيب غاب النهارده حسين الشحات المران، ما شاركش اصلا في التدريبات، ده اسبابها ايه بالتحديد؟ يعني عندنا محمد هاني وحسين الشحات، محمد هاني طبعا زي ما الناس عارفه في مباراه بيراميدز الاخيره كان حس بالعضله الخلفيه، وكانت الامور الحمد لله بالاشعاعات والفحص الحمد لله الامور الى حد كبير كويسه، ممكن على يوم الثلاث باذن الله يكون موجود معنا في التدريبات الجماعيه. بعد نهايه المباراه كان حسين الشحات برضو حس بتقل في العضله الخلفيه، ففضل الجهاز الطبي ودكتور احمد ابو عبد ان هو يريحه مع الجهاز الفني وبيتسو. ده كان فرص لحقه بالمباراه خلاص، يعني محمد حسين الشحات هينزل معنا بعد بكره ان شاء الله الرحمن، ومحمد ان شاء الله الرحمن على يوم الثلاث باذن الله. طيب بالنسبة لبرنامج الفريق على مدار الأيام اللي جاية هيكون عبارة عن إيه؟ مواعيد التدريبات في نفس التوقيت والأمور هتمشي؟ يعني هي الإجراءات الاحترازية شديدة جدا هنا زي ما أنت شايف، يعني حتى لما في كرة بتروح للملعب التاني ولا حاجة بيبقى الأمر صعب حتى إن أنت تخرج بس يا دوبك عشان تجيب الكرة الناحية التانية. الاحتكاك مش موجود أصلا، الأمور كل واحد خاص بالمساحة اللي هو فيها بالشغل بتاعه، ما فيش أي اختلاط نهائي من أي نوع، يعني امور اشبه بعزل تام من غير التدريبات والاجتماعات الداخليه. يعني كيف يقيم الجهاز الفني فريق الدحيل القطري؟ واكيد تم مشاهده لقطات كتير جدا فيديو لهذا الفريق. فرقه كويسه بالتاكيد، عندها عدد من المحترفين على مستوى عالي جدا، ان شاء الله الرحمن نكون موفقين في التعامل معاهم، وباذن الله يعني نقدم مباراه كويسه ونقدر ان احنا نروح لنقطه بعيده في البطوله باذن الله. التوفيق يا كابتن. شكرا. 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 ده كان لقائنا مع كابتن سيد عبد الحفيظ، وتصريحات اكيد هامه جدا بخصوص بعض الاصابات في فريق النادي الاهلي بالتحديد فيما يتعلق بمحمد هاني وحسين الشحات، طمنا عليهم بشكل كبير، ان شاء الله باذن الله يكونوا جاهزين ولائقين للمشاركه في مباراه الدحيل القطري، والاستعدادات ماشيه بشكل جيد جدا، وان شاء الله باذن الله اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. خليني اقول لحضراتكم سريعا ان في هذه اللحظات مران الفريق الاول انتهى خلاص بشكل رسمي، وباذن الله يتوجه الفريق على في طريقه لمقر الاقامه الخاص به، وهو في الحقيقه مقر معزول تماما وبعيد عن وسط المدينه هنا، لكن اكيد هيكون في وجبه عشاء عقب الوصول مباشره، واكيد كل لاعب هيكون متواجد في الغرفه المخصصه به خصوصا في ظل الاجراءات الاحترازيه والفقاعه الطبيه اللي متواجد فيها بعثه النادي الاهلي. خليكم مستمرين معانا، كواليس فرقه النادي الاهلي في الدوحه لحظه بلحظه، وكل التفاصيل والاسعادات الخاصه بالنادي الاهلي قبل المواجهه الاولى باذن الله امام الدحيل القطري. تمام، شكرا جزيلا زميلنا امير هشام.